لقطع 32 كيلومترا من بني ملال إلى دوار أيت حمو عبد السلام بالجماعة القروية دير القصيبة، وذلك بسبب الأوحال والمياه التي غمرت الطرقات بعد ليلة أمطار استثنائية. عند وصولنا للدوار الوضع مأساوي، فيضان وادي المنطقة جرف كل ما وجده أمامه. النتيجة سكان يشيعون جثامين موتاهم ويتحسرون على خسارة الممتلكات. فقط بحال ما كنت مشيت لذاك الباب اللي ملي يلاه بغيت نفتحه هو يطيح عليا كذاك الشيء كامل. ما قصد خرجت من الشرم وجيت للباب الاخر. انا كنفتحه كل شيء دخل. كنعيط على موالين الدار، المهم كل شيء داتوا لنا، ما بقى لنا والو، لا عود عندنا لا عود هو باش كنخدموا الكارو، لا عود داتوا حتى هو مات. ابقينا الله الله. عيطوا عليا جيت لقيت جوج دور مشاو، مات الاخ، مات مراتو وولدهم وعمتي. كل شيء مشى. ها انتم كتشوفوا لا اتات لا حيوان لا والو، كلشي ضاع. مشاو الناس، مشاو البنات، مشاو الفلوس، مشاو الرسومه، مشى الذهب، مشى كلشي، والاراضي كامله مشات، والعيون كاع مشاو، ما بقى والو، ما بقى ما نديرو. الماء مشى، الضو مشى، الطرقان مشاو. لاول مره تشهد الجماعه فيضانا كهذا تفاجأ به الجميع عند الرابعه من صباح امس. السكان بذلوا مجهودات كبيرة لانتشال الجثث بمعية أفراد الوقاية المدنية لتكون الحصيلة النهائية كالآتي. إلى حد الآن 7 القتلى و7 و8 ديال 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 الجرحى اللي هما تنقلوا بواحد العجلة للمستشفيات، إما مستشفى بني ملال وإما مستشفى ديال قصبة الله. حصيلة ثقيلة في الأرواح ينضاف إليها انهيار كامل لستة منازل وتضرر 40 دارا أخرى، وضع جعل غالبية الساكنة في العراء. ما كاينش احتياطات، ثم ما كانش إنذار، ديك المسائل ديال التنظير في مجال ديال الطقس ما كاينش، ثم نسجل أنه كاين وعود منذ الصباح أن غادي يوفروا للناس الإقامات ديالهم إلى حدود الآن. الناس راه في العراء، تنسجلوا جانب آخر، هاد الناس حقهم في التعويض المادي للخسائر ديالهم والحمايه ديال السكان من هاد الكوارث ديال الطبيعه. السلطات المحليه تدخلت لتوفير المأوى وبعض المساعدات الاخرى كالافرشه والاغطيه. صور كارثيه تتكرر كلما حل فصل الشتاء، لنطرح السؤال مره اخرى، الى متى ستبقى الاوضاع على ما هي عليه؟